إما مرسل من عند طبيب الأطفال في أغلب الأحيان، أو من المدرسة أو الروضة، أو أنه الأم تشوف ولدها ما يتكلمش تجيبوه تتوجه مباشرة عند المختص الأرطفوني ولا عند المختص العيادي. كي تشوف تصرفات ديالو راهي غريبة تروح تديه للنفساني العيادي ولا المختص الأرطفوني. هنا واش راح يصرى؟ حنا كي يجيبوه لنا في أغلب الأحيان يجيبوهم ما يتكلموش، هو يعني هذا هو المؤشر اللي يخلي الأهل يخافوا. سينو والا كيباتوهم من طبيب الاطفال يكون اما تقول لك تصرفات ماشي غير عاديه. طيب. زائد ما كاش لغه، ما كاش كلام. كي نقولوا تصرفات غير عاديه شنو نقصدوا؟ تصرفات غير عاديه يعني ما يشبهش لخوته. اوكي. ولا ما يشبهش للاطفال اللي راهم قدامهم، يدير اشياء يعني يكون مخالف على الاطفال اللي في سنه. فوالا، اللي في سنه تقريبا. هي في اغلب الاحيان يجينا الطفل ما بين 18 شهر و 3 سنين، هذا هو السن اللي يجونا بزاف، لكن انا نقول كاين في بعض الاحيان كيكون طبيب الاطفال ولا في الروضه تفيق تبعته لنا من قبل. دونك هنايا من قبل ديجا اللغه تاعو راهي بسيطه جدا. هنا حنايا واش لازم نديرو؟ كي تفضل يجي عندنا المفحوص تقول لك فوالا هذه وليدي ماهوش يتكلم مليح ولا بعثتني طبيبه ولا، حنا واش نديرو؟ ما نبداوش قباله نبداو نخدمو، نبداو بالعقل قبل ما نتوجهوا للجانب ديالنا حنايا كمختصين في علم النفس ولا في الاورطوفونيين، نروحوا نبحثوا اولا لماذا، علاش هذا الطفل ماهوش يتكلم وعلاش التصرفات ديالو هكذا. احنا هنايا ما راناش عارفين الا عنده طيف توحد ولا لا، مازال ما درناش تشخيص فارقي. أيوه. باش تقدري ديري تشخيص فارقي لازم تبداي توجهيه، نبعثوه نوجهوه لاطباء باش نحو شكوك الامراض اللي تقدر تعطي لنا نفس التصرفات او نفس السلوكيات. اولا انا نقول لهم الامور اللي نشكوا فيها نبداو نستبعدوها وحده وحده. فوالا، نبداو وحده بوحده. علاش؟ انا ما نقول لهم للمختصين او جاك طفل ماهوش يتكلم، ها دونك ماشي قباله تبداي تشديه وتبداي تخدمي هاكي تضيعي في الوقت. ممكن تبعتيه لعند طبيب هو رايح يشخصه احسن ويكون التشخيص في مجموعه. دونك ما تضيعيش الوقت تبداي تخدمي بعد 6 شهور ولا تقولي لا لازم نوجهه. طيب. هيك الحصه الاولى بين الطفل اللي يكون عنده فقط تاخر في اضطرابات كلام ولا في النطق ولا في اللغه. دونك هنا واش نديروا؟ هنايا يعني اذا جانا موجه ديجا من عند طبيب الاطفال، هاي تبعت لك رساله ولا من عند الروضه راهو ديجا موجه. دونك هنا واش نديروا؟ اول شيء نعتمدوه هو انه نبعثوا ثلاث اطباء لازم يروحوا لهم. اول طبيب اللي لازم نبعثوه ليه هو طبيب الاورال، اذن انف وحنجره. علاش؟ نتاكدوا انه هذا الطفل يسمع جيدا. تقول لك عامه كي نقولوا للام ديه عند طبيب الاذن نشوفوا الا يسمع، تقول لك وليدي كي نعيط له يسمعني يسمع مليح. نقولها لا، كاين ذبذبات وكاين موجات فوالا، كاين مراحل ذبذبات فوالا يقدروا ما يكونوش هنا، يقدروا يضيعوا لنا بعض لي فونام بعض الحروف وكاع ما يكتسبوهمش الطفل والاصوات. الطبيب الثاني اللي نبعتوه هو مختص في مخ واعصاب. علاش؟ خاص بالاطفال ولا يكون متمكن. علاش؟ هنا باش نعرفوا اذا ما كاش كهرباء زائده ولا صرع. هنا الصرع يدير انه الطفل يغيس وكامل، دونك هنا باش نقدروا نديروا التشخيص الفارقي. اهم طبيب واللي هو رقم 3 واللي هو اهمهم هو طبيب الامراض العقليه للاطفال اللي هو لو بيدو بسيكياتر، طبيب الامراض العقليه للاطفال. هنايا باش نقدروا نديروا التشخيص. يعني الام بمجرد ما تقولها بيدو بسيكياتر وتشوف بنها تخاف. يعني قاعد في هذيك لاسال داتونت ديجا تما نقول تخاف تقضي عليها. نعم داكوغ. دونك شوفي حنايا نقولوا انه لو بيدو بسيكياتر ما يعني يسمحوا لي الناس ما يعالجش فقط اللي المجنون ولا اللي عنده انهيارات عصبيه ولا لا. نعم لا، يعرف لنا يقدر يحدد مستوى الذكاء، يقدر كاين امور كثيره يديرها خاصه بطبيب المختص في امراض العقليه للاطفال. نعم. ولا للكبار. حتى انه باش يدخل الطفل للمدرسه ولا لازم تقرير من عند طبيب الامراض العقليه للاطفال. من بعد يجي الدور تاع المختص النفساني والمختص الاورطفوني. المختص النفساني يقيم السلوك والمختص الاورطفوني يقيم التواصل كان لفظي او غير لفظي.
دونك كي نديروا كاع هاد التقييمات كملناهم عندنا الملف كامل نحكموا حنا نديروا واش لا شيء اللي نسموه لانامنيز في الحصه الاولى اللي هي ميزانيه للعمل اللي هي تاريخ الطفل، تاريخ الطفل من نهار من قبل ما يولد، اسكال الزواج الاقارب كامل هذا يديرها المختص. كيكمل كامل هنايا كيكونوا عندنا كاع المعطيات باش نبداو نخدموا، او كاين تشخيص وتشخيص فريقي ونحينا المتلازمات كيما انجلمان وهادو كاع يشبهوا هنا في بعض الاحيان يغلطوا المختصين في باش يديروا التشخيص. فوالا فوالا افوا خلاص شخصنا وعرفنا انه هذا الطفل عنده طيف توحد، وهذا طيف توحد ديالو اسك راه غير طيف توحد وحده ولا راه مصطحب بمشاكل اخرى صحيه، صرع ولا صمم ولا باغ اكزومبل تاخر ذهني بسيط، هاد الامور خلاص درنا التشخيص. هنا نبداو نخدموا قبل ما نبداو مع الطفل نبداو نخدموا مع الاهل، لانه اولا الام راح تكون في صدمه كبيره لانها علاش ماهيش عارفه واش معناتها طيف توحد.